في هذا العصر الحديث، عصر التكنولوجيا، عصر الفضاء، نحن نعود إلى ملازم جلبت علينا الفقر والدمار والدماء. يريد أن يحكم الشعب اليمني بنفس سلالي طائفي ويدعي حقه الإلهي بحكمنا. الإسلام غير الإسلام، الإسلام أتى ليساوي بين الناس، الإسلام أتى بثورة عظيمة في الإنسان. لا أن يفضل جنس على جنس آخر كما يدعون، نحن أبناء القوات المسلحة والأمن، أول من تعرض لهذه الانتهاكات وأول من سطوا على معسكراتهم. وأعتقد كل جندي وكل ضابط عالم هذا الشيء. ولا أنا غلطان يا شباب؟ ورجونا من المعسكرات ولا لا؟ يهبوا السلاح من أيادي الجنود والأفراد، واليوم يتسكعون في كل قبيلة وفي كل قرية وفي كل معسكر يبحثون عن قاتلين في الساحل الغربي. بل أتت بهم الوقاحة أن يبحثون عن مقاتلين في العراق وفي إيران وفي حزب الله من لبنان بنفس طائري ليس فيه ذرة قومية أو عربية أو وطنية أو إسلامية، فقط نفس طائري. حصروا اليمن في هذه الجهة. لذلك نحن اليوم نؤكد أننا ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية نشارك لتحرير بلدنا، ونعتبر هذا التحالف هو نواة لقوة عربية لدحر أي مخطط تآمري ضد الأمة العربية والمنطقة في الحاضر وفي المستقبل. اليمن هي أصل العرب وتنتمي لأمتها العربية، ما عمرها انتمت لا لفارس ولا للباب العالي بإسطنبول. اليمن العربية وستظل عربية. نحن ننتمي إلى اليمن، لا ننتمي إلى عصابة. اليمن فيها كل المذاهب، اليمنيين على مدى التاريخ تعايشوا فيما بينهم، الزيدي والشافعي والصوفي والسلفي الآن، الدين لله والوطن للجميع. أحييكم يا رجال الرجال، وأشد على أيديكم بأن تنهوا تدريباتكم بكفاءة عالية، ونلتقي في ميدان العزة والشرف والكرامة بإذن الله.